وين ما رحت وكيف ما مشيت بتلاقي المرأة عم تشتغل وعم تحتضن أسرتها. مين اللي قال إنه عمل المرأة بيقتصر على الأعمال الخفيفة؟ أبداً، حتى الحطب بتجمعه وبتشيله وبتنقله حتى تطبخ عليه. عمود البيت المرأة، صدق اللي سماها ربة المنزل وست الكل. أنا أم فارس، عندي 9 أولاد، جوزي صار له 10 سنين متوفي وفات بال11، واشتغلت الحمد لله رب العالمين. هون لما بتشوفها عم ترعى ابنها اللي عنده إعاقة شو بتقول؟ يمكن حدا يقول إنه هذا شي طبيعي، إذا أمه ما رعته مين بده يرعاه؟ لكن لما بتعرف الحجم الحقيقي لمأساتها بتقول يا ساتر، 10 سنين وهي عم تربي الأولاد وما عندها أي أرض أو مال، ومع هيك ما بتشكي ولا بتتذمر. هلق آخر شي بهمني أمر فارس إنه دير بالي عليه، طعميه وعلمه وأخذه على المدرسة، يعني بالدنيا ما حد بيحرق لي قلبي غير فارس. مثل أم فارس في أمثال من النساء العظيمات. السؤال الكبير اللي بيطرح نفسه بهيك حالة هو إنه المرأة بتضحي ونحن كلياتنا بنثني على تضحياتها، بس هي شو عنا؟ هي مو إنسانة؟ مو أنثى؟ الشيء اللي منعرفه كلياتنا ومتأكدين منه إنه لما الرجال بتموت مرته بيرجع من المقبرة باليوم الثالث لوفاتها وبيجمع أولاده وبيقلهم أنا ما فيني أعيش بلا مرة، والمجتمع كله بأيده، وبتسمع واحد عم يقول للتاني الحق معه، الرجال ما بيحسن يعيش بلا مرة. ومن العجيب بالفعل إنه المرأة بتعيش بلا رجال، مو يومين وثلاثة وخمسة، سنين طويلة، وبالأخير تحمد الله لأنه ساعد على تربية هالولاد ووصولهم لبر الأمان.